السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي راهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي راهم معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناه شوبير دي زاد. اليوم الحصه تاعنا وين غادي نتكلموا على بالعمري وين يرد بقوه على اداره الشرطه العراقي، يعني نادي الشرطه العراقي. بعد احنا ضربكم على بناجي، يعني وين هما هضروا، لا نقولوا احنا كيما نقولوا الخبر، يعني وين هذا اللعاب، وين قال لهم لعب في ثلاث قارات، الجزائر، المملكة العربية السعودية، خليج، وأوروبا مع ليون، دورة مع ليون، وين خرج الدولي الجزائري السابق جمال بن عمري عن صمته بخصوص قضيته مع نادي الشرطة العراقي، والذي التحق به صائفا حاليا قادما من مولودية الجزائر، وكان يعني أمير ساري في نادي العراقي على البحر علوم. قد وجه اتهامات خطيرة في حق بن عمري في تصريحات خاصة بها قناة الدجلة العراقية، وقال ذات مسؤول أن بن عمري يعني التحق بتربص مصر يوم 2 سبتمبر الجاري، وفي 9 من نفس الشهر تنقل الفريق إلى العراق، وتم حجز يعني لبن عمري في فندق مثل كل المحترفين. ومشير إلى أنه في يوم الموالي هرب بجواز سفره، والغريب أن وكيل أعماله لا يعلم حتى أن بن عمري غادر مضيف، لقد غادر وهو ليس في العراق، ولا أعتقد أنه اتجه إلى الجزائر، توجه إلى مصر ومن ثم إلى الجزائر. وأطلق المدافع الخضر السابق رسالة قوية عبر خاصه السطوري في حسابه الشخصي على الانستغرام، رد فيها على الاتحاد مسؤولي نادي العراق، وكتب بن عمري لعب في 3 قارات وفي أكبر أندية لمدة 10 سنوات، لم يتهمني بما صرح به المشرف النادي الشرطة العراقي. وختم الدولي الجزائري السابق والذي سارع يعني السحب إلى سحب رده من خاصه السطوري قائلا: أكن كل احترام للشعب العراقي والنادي الشرطة. وأنا قلعته كما قلعته أو أنا قلعته شكون خليت لاخوكم عاير ذاك العام كيسموه مؤمن أيد قاسي، كون يهضر عليك انت قلت المؤمن أيد قاسي خطا، قلت له ما تزيد تجبد عليا لا مليحه ولا ماشي مليحه، بصح استعرب بك انا في ديك عليك انا والله استعرب بك، والله لا استعرب بك. والله العظيم والله لا في ذي والله لا يعني وين في هذيك تاع قلت للاخر ما تزيد تبدل عليا، والله لا استعرب بك والله العظيم. انا نقول لك شو مع الاخر يضرب عليك شويه كيسموه يا ربي مؤمن أيد قاسي ولا بطمين خير، يعني قادر تضرب مع بطمين، والله لا قادر تضرب مع بطمين. بطمين يضرب عليك يبدا يكتب عليك، يعني والله لا مليح حقو يضرب عليك مطمين. أنا أقول لك والله لا كيسموك بن عمري أنت كو قعدت وطالب بمصالحك ولا طالب زعما نقولوا حنايا طالب بحاجة اللي أنت تحوس عليها ولا يعني ما مشي وعاود زعما سبحان الله، هو رد عليك قال لك يا ودي حنايا قلنا لك يا ودي خاصك تجيب العائله تاعك، نكرو لك بيت تجيب العائله راه مقيموك بزاف،
اكتور واحد لعب في فرنسا ما قبلوا لك شيء، بصح كنت قادر زعماك كنت قادر مسوم تخدم. قادر زعما قادر تجيب العائله تاعك وتجيب، ومورا ما عطاو قيمه كبيره وانت هربت، ما هربتش وقعدت وقعدت تدرب وطالب بالصوالحك. هذه هي شو بير هدرنا على جماعة ديلور. يا ودي ديلور يا ودي انا خارج ديلور، ديلور الناس طاتها جابوه بس ب 30 مليار وعطاوها شكارات على دراهم. هدر لي على سليماني فاني يا خويا، هدر على سليماني فاني. وانا جاما بالماضي قاعد تنقرع له باش يدرب النادي قطري، لكن وين جابوا مدرب يعني وهو قديم جديد المغربي يوسف السفاري العائد لتولي إدارة الفنية للفريق الأول لكرة القدم حتى عام 2026، وذلك خلف ليوسف نوبي. وجاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقد بمبنى نادي بحضور الشيخ عبد الله بن عبد العزيز بن ساحيم آل الثاني رئيس نادي قطر، والذي أعرب عن أمله الكبير بقدرة سفاري على قيادة الفريق يعني نحو النتائج الإيجابية والحصول على مركز متقدم في الموسم الحالي. يعني هما قاعد نقار على هذا ويجيبوا جابه بالماضي، قاعد نتبعك خصم مدرب بصح ما جابوش. ها ما جابوش، كو جابوه بالك ما جابوش. لازم بس يهلونا على دي نقولوا باليوم دي اليوم وين المنتخب يعني وين بالعمري خسر كو قعد في العراق كو قعد في الماك يعني، وانت بلاد ما تعرفهاش كي دايره يعني بشويه. هي نورمالمون بشويه اقعد بيت تقلب انت الموروبور كي داير بشويه، لعب ماتش خرج كسب شعبيه يعني بشويه تتعرف تولي تروح يعني تولي تبغي تروح ترقص تبغي تروح تشوف غناء يعني سبحان الله، تبغي الجامع تروح تشوف الجامع آثار تروح تشوف الآثار تصور ما قري كي تكمل البوله تاعك مشوار تاعك الكره يعني تنجم تروح وين تروح دير آثار تولي الدور تصور وكلش. يعني هذه هي وين إدارة نادي الشرطة العراقية اتهمت يعني اتهامات خطيره للاعبها الجزائري جمال بن عمري، مؤكد انه غادر سرا وفي ظروف غامضه. يعني ما تكفيش هذيك تاعك تاع انت لعب في ثلاث قارات كي لعبت او ثلاث قارات كي لعبت. وقال لك اولي عمي قال لك وين قال لك فوجئنا بعدم وجود محترف الجزائر جمال بن عمري في غرفة إقامته بالفندق يعني مخصص للاعبين الذين لنادي الشرطة في العاصمة بغداد، إذ سبق وأن طلب اللعاب جواز سفر خاص به من أجل تحويل أموال إلى العملة العراقية، خصوص وأن عملية تحويل العملة تتطلب وثائق ثبوتية. وأضافت يعني اللعاب وبعد أخذ يعني جواز سفره الخاص به غادر الغرفة، وعندما عاد إليها أعضاء الهيئة الإدارية لم يجدوه في غرفته، ليتضح فيما بعد بأن اللعاب غادر الأراضي العراقية متوجه إلى مصر. يعني اللعاب لم يبدي ارتياحه في نادي الشرطة وكان يتذمر طيلة فترة وجوده مع
ما تنساوش عطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو تاعنا، وان شاء الله دائما معكم بالجديد. ويمشي ابوني معنا، وربي يحفظكم.